السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. لمن يريد حجز القراءات الخاصة حبايب قلبي، لينك الأدمين في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايب قلبي، بشرى لك بإنك نهيت مرحلة كبيرة صعبة في حياتك وتحررت من ألم كبير، وأخيرا ستكون حر. واضح إن ربنا بعت لك فرصة جديدة، أمل جديد، سعادة جديدة، هيخليك ترمي الماضي كله ورا ظهرك وتبدأ من جديد. في حاجة هنا جاية لك، ستسجد لله شكرا على دخولها في حياتك. امتن لأي شخص دخل في حياتك حتى لو ألمك، لأنه علمك درس كبير. دايما بقول لكم حبايب قلبي، الامتنان لله سبحانه وتعالى، بس برضو لما ربنا بيدخل في حياتنا انسان مهما كان جرحنا او ألمنا بنقول له شكرا. شكرا يا رب لانك دخلت الانسان ده في حياتي، حتى لو كان ألمني او جرحني بس علمني درس عمره ما هنساه. مثلا انسان دخل في حياتك علمك عن طريق الألم، حبيته حب كبير لكن لقيت الشخص ده مش ليك، كل ما تعمل علشانه يكون جبان ويبعد عنك اكتر، كل ما تعمل علشانه يديك ظهره، يديك مثلا وشه شوية وبعد شوية تلاقيه اختفى. امتن لله على دخوله في حياتك لانه علمك درس، والدرس هنا بانك ما تأمنش لحد باستمرار، او ما تديكش قلبك لحد، او ما تفتكرش ان الناس كلها طيبة زيك. يعني أي فرصة دخلت لك ألمتك أو جرحتك أو حتى فرحتك، امتن وقول يا رب الحمد لله، الإنسان ده اداني درس روحي كبير جدا. أي شخص علمك درس روحي في الحياة قول الحمد لله، حتى لو الإنسان ده سحرك وعمل لك سحر، جلبك بيه أو عمل بيه أي حاجة تتخيلها، قول الحمد لله وقول يا رب أحمدك وأشكر فضلك على دخول الشخص ده في حياتي، لأني بالسحر اللي عمله ليا ما كنتش هكتشف أنه إنسان سيء، كنت هفضل طول عمري مخدوع فيه وفاكر أن الإنسان ده يقدر أن أأتمنه على حياتي وعلى روحي وعلى أولادي. لكن لما عمل لي السحر فعرفت أن الشخص ده ما يؤتمنش، همه مصلحته، همه أنه يعمل الحاجة اللي تضرني، همه انه يجذبني مثلا، همه انه اكون معاه وخلاص، عنده حب الامتلاك. فبرضو بمتن لله سبحانه وتعالى على انه كشف لي الناس دي على حقيقتها. جار مثلا بقاله فترة كبيرة جدا، وانت كنت فاكر الجيران دول مثلا اذا كانوا ستات او رجالة ان هما جيران عمرك متربي معهم وانت صغير والكلام ده كله، فجأة واحدة اكتشفت ان الجيران دول بيعملوا لك اسحار. فربنا كشف لك الحاجة دي علشان تمتن وتقول الحمد لله يا رب. يعني الحاجات اللي ربنا بيكشفها لك بيكشفها لك علشان تمتن، علشان تشكر، علشان انت داخل في صحوة روحية، علشان تكون حر، علشان تعرف الانسان السيء من الانسان الخبيث في حياتك. حبيت واتخذلت برضو قول الحمد لله، لان لولا الألم في الحب لولا هتعلم وهعرف اني مش اي حد اديله قلبي. لولا اتخذلت في مشروع مثلا دخلته مع شخص وشاركته وعرفت ان الشخص ده طمعان فيا واخد فلوسي وخد حاجات مني، برضو تعلمت اني لما اجي اشارك حد بعد كده اكون واخد حذري واخد الاوراق المهمة على الشخص ده، واكون مش مدي الامان التام للاخرين. كل حاجة بتمر بيها صدقني مش صدفة، كل حاجة مريت بيها هي كانت قدر مقدر ليك انك تعيش الألم. ليه؟ علشان تتعلم. يعني بنتألم علشان نتعلم. صدقوني الصحوة الروحية دي ما بتجيش بالساهل أبدا، بتيجي بعذاب وبألم وبصحوة روحية داخلنا بتعرفنا السيء من الجيد في حياتنا. بنعيط كتير، بندمع كتير، بنكتشف أشخاص كانوا عزاز على قلبنا انهم خاينين برضو اتحطوا في طريقنا مش بطريق الصدفة. ما كانتش صدفة ابدا لما تحب شخص ويخدعك،
ما كانتش صدفة أبدا لما تشارك شخص ويطمع فيك، ما كانش صدفة أبدا إنك تكتشف إن أب أو أم أو أخ بيكرهوك أو بيغيروا منك، ما كانش صدفة أبدا إنك تدخل في علاقة وتنفصل، ما كانش صدفة أبدا إنك تتزوج بعد الانفصال، ما كانش صدفة أبدا إنك تقابل توأم روح أو توأم شعلة، ما فيش حاجة صدفة. حتى الفيديوهات اللي انت بتقابلها دي مش صدفة، دي مترتبة، ده ترتيب إلهي انت لا تفقه عنه شيء. ولكن انا هنا علشان اخليكوا تعرفوا يعني ايه وعي، يعني ايه تفقهوا ان مفيش حاجة اسمها صدفة، يعني ايه وعيك وادراكك يزيد اكتر. وعلى فكرة مفيش انسان بقى قرب من ربنا ووعيه كبر بالطريقة دي وحاجة بتصيبه، والله ما في بلاء بيصيبك، سبحان الله، من يدبر لك البلاء فبيصيبه هو، واللي بيمكر ليك بيتمكر له هو، وانت بتنجى. بص بتطلع كده زي الشعرة من العجينة، سبحان الله. اي انسان وصل للوعي والادراك ده وبقربه من ربنا، اعرف ان مفيش حاجة هتضرك، ما هو ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، مش السحر فقط حبيبي، اي ضرر، اي ضرر وقع عليك طول ما انت ماشي في السكة دي هتفوق واحدة واحدة. معلش لسه تعبان، لسه بتتألم، لسه في ناس بتخونك، لسه في ناس بتجرحك، لسه عايز تخرج من علاقة، لسه عايز تدخل في علاقة، لسه عايز تحسن من مستواك المادي، لسه تعبان، لسه بتبكي، لسه مهموم، لسه بتتعلم، لسه ما وصلتش. عندما وصلت للليفل العالي وهي درجة أولياء الله الصالحين، درجة الولاية حبيبي، عندما وصلت للدرجة دي مفيش حاجة هتصيبك. طبيعي الإنسان لسه بيتعلم، أصابك مرض، أصابك تعب، أصابك مثلا مرض روحي، سحر، أي حاجة من دي، لسه بتتعلم، لسه ربنا أراد أنه يصيبك الأشياء دي، لأن زي ما بقول لكم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هو ربنا عايزك تمر بالشيء ده، فالعذاب والألم والحاجات اللي احنا بنتجرح فيها وبنتألم فيها هي رسالة ليك بإنك لازم كان مقدر ليك إنك تمر بيه. ليه؟ علشان بعد كده تشوف عوض ربنا ورحمته ليك قد ايه. يعني مثال ليكم، انا مثلا لما جاتني الجلطة دي من عند الله سبحانه وتعالى، هي تعليم ليا، درس، دخلت في صحوة روحية بالمرض، اني اقرب اكتر واني ما انشغلش بامور الدنيا، واني مثلا اشوف ان الانسان ممكن ينتهي في لحظة، كل انسان لازم يقرب حبيبي ويفتكر المدة باستمرار، لازم ان احنا نحطه قدام عينينا ان احنا ممكن ننتهي في لحظة. فطبعا كل انسان مجات الحاجة دي مثلا ليا، فكرت كتير قوي، قلت يا ربي انا مثلا قصرت في شيء، عملت شيء، اكتشفت اني برضو ربنا اداني الحاجة دي، جاتني بسبب عين وحسد وهجوم طاقي عليا. ليه؟ لاني برضو زي ما بقعد انصحكم كده واقول لكم ما تطلعوش سركم بره، ما تقولوش على حاجة، انا برضو في الوقت ده قلت على حاجة غصب عني، وكانت لحد يمكن يكون الناس قريبة مني يعني، فقلت على حاجة تخصني، فيعني خدت عين حلوة كده يعني، الحمد لله رب العالمين ان احنا قمنا منها اصلا، لانها جات لي في اخطر مكان على المخ، وجات لي في الشريان اللي موصل الدم في المخ، ولكن رب العالمين قومني منها بسلام والحمد لله بدعائكم طبعا، لاننا يعني مؤمنة جدا بان الدعاء بيغير الاقدار، وانا الحمد لله رب العالمين بشوفكم كتير او بتدعوا لي، وانا بحبكم في الله واقسم بالله بدعي لكم بظاهر الغيب، زي ما بتدعوا لي في الخفاء كده انا كمان بدعي لكم، وعارفة ان ربنا نجاني بدعائكم ليا، الحمد لله رب العالمين، وبطمنكم الحمد لله ان انا قمت منها بالسلامة والحمد لله رب العالمين، وبتمنى لكم انتوا الشفاء في كل شيء، وانكم دايما تداروا على شمعتكم علشان تقيد، تستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حبيبي، وتعرفوا ان ربنا بعت لكم الفرص الجديدة، وكل حاجة بنمر بيها هي مش صدفة ابدا، ده هي عشان تعلمنا درس، ان مهما حصل مش اي حد نأمن له او نتكلم معاه او نقوله على اسرارنا او على اموالنا او الحاجة اللي دخلنا، دايما حبايب قلبي اللي بتزرعه هتلاقيه، ولكن اكتم وداري.
سيدنا محمد لما شال الحسن والحسين وحط بدلهم الحجر، الحجر اتفلق نصين، وقال لستنا فاطمة: لا تستهيني بالعين، فإن نصف أمتي سيموت بها، نصف القبور من العيون. فحبايب قلبي، النجاة هي من عند الله. يمكن ليا عمر تاني إن أنا لسه أكمل معاكم رسالتي الروحية، الحمد لله رب العالمين، ويمكن أنتوا كمان هتكتشفوا رسالتكم الروحية قريبا جدا وهتعملوا بيها. فالإنسان لما ربنا بينجيه بيكون عارف إنه لسه ليه حاجة بيعملها في الدنيا، لكن عند ما انتهى الأجل خلاص الميعاد جه. عند ما السهم وصل لينا كلنا. وليه بقولك وصل؟ لأن السهم قد أطلق من يوم ولادتك، لكن بياخد وقته للوصول إليك. ميعاد موتك إمتى؟ فبيجي لك. فإحنا هنا مش علشان تتشائموا من الموت، بل عشان تتذكروه. لأن حبايب قلبي، من تذكر الموت دائما فمش هيقرب من معصية الله، هيخاف إنه يعصي الله في شيء. فدايما تذكروا الله حبايب قلبي، وتذكروا ان لينا ميعاد عند الله، والله لا يخلف الميعاد. اللي انت زرعته هتلاقيه صاحب رسالة، فأبشر. زرعت الخير هتلاقيه، ولو زرعت غير ذلك هتلاقيه. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، ربكم فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.